ليكيب اليوم راح نديروا مراجعة على فيلم أوبنهايمر. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوني في لاشين ديالنا وديروا جيم في هذا الفيديو. الفيلم هدايا هو فيلم درامي وتاريخي من اخراج كريستوفر نولان وساهم في كتابة السيناريو من بطولة الممثلين كيليان ميرفي، ايميلي بلانت، مات ديمون وروبرت داوني جونيور، وكاين بزاف ممثلين واحد اخرين هاربين. وتدور احداث العمل في اطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الامريكي روبرت اوبنهايمر والدور ديالو في تطوير القنبلة الذرية وكيفاش غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم. الفيلم هذا انا شخصيا كنت نستناه فيه بزاف باسكو الفيلم تاع كريستوفر نولان ما كاش كيفاش ما تستناهش. والفيلم هذا فيه موازنة بين العاطفة اللي تلعب دور كبير في الفيلم والاستوار اللي رانا نتبعوها، باسكو يقدر يكون فيلم فيه استوار مليحة وكلش بصح ما فيهش عاطفة. نروحوا للطريقة اللي عرضوا بها الفيلم، كانت قوة بزاف وكانت موازنة تاني بين الباسي والبريزون. والفيلم هذايا نقدر نقول لكم افضل فيلم تأثير ذاتية بالنسبه ليا في هذا العام. وفي الفيلم هذا راح نعرفوا علاش اوبنهايمر صنع هذه القنبله اللي هو التساؤل الرئيسي في هذا الفيلم. بون ليكيب اللي مازال ما شافش الفيلم ننصحكم باش تروحوا تشوفوا الفيلم وتكملوا الفيديو باسكو كاين شويه حق. الجواب هو اوبنهايمر صنع القنبله هذه باش يربح العدو في الحرب العالميه الثانيه، وكان كاين شويه غرور في الشخصيه تاع اوبنهايمر تما شعور مخلط شويه، لانه اوبنهايمر الشيء الوحيد اللي كان حابه هو يحمي الوطن ديالو، بصح وشنو على باله بلي هذا الشيء راح يسبب دمار في العالم وخسائر كبيره. وفي هذا الفيلم شفنا لا رياكسيون تاع اوبنهايمر مور الندم اللي كان فيه، بصح كان في حرب نفسيه كان يسيه ما يبينش الندم ديالو. والفيلم هذا فيه بزاف التركيز، يعني لازم تركز مع الحوارات ولازم تركز مع الفيلم اون جينيرال، باسكو المخرج كريستوفر نولان كيدير فيلم ماشي باش تشوف هكاك برك، لازم تكونسونطري معاه 100% وتحط كاع واش كاين في يدك باش تفهم لي ميساج اللي كاينين في الفيلم والاحداث تاع الفيلم. وفي النهايه تاع الفيلم راح تفهموا كلش، يعني 3 سوايع باش تعرفوا واش راح يصرا. تمثيل تاع كيليان ميرفي كان هارب بزاف ولازم يترشح للاوسكار باسكو كابابل يديها نورمال. عندنا ثاني شخصيه ثانويه اللي لعبتها الممثله ايميلي بلانت اللي هي كيتي مرت اوبنهايمر، صراحه خوتي بدعت بزاف في الدور ديالها. وكاين شخصيه الثانويه اللي بدعوا في الدور ديالهم كيما مات ديمون اللي لعب دور جينيرال ولا روبرت داوني جونيور اللي كانت عنده مكانه بزاف في هذا الفيلم. وعلى هذا الشيء اللي كانت الميزانيه تاع الفيلم طالعه بزاف باسكو كانوا بزاف ممثلين هاربين. نروحوا للحدث الرئيسي اللي هي كي تفجرت القنبله الذريه في المنطقه اللي كانوا يسيو فيها. وفي الفيلم هذايا ما استعملوش سي جي اي لانه الممثل كريستوفر نولان ما يحبش المؤثرات البصريه، تما المشهد هذاك تاع الانفجار كان صح 100%. من ناحيه الاصوات في الفيلم وصوت الانفجار كان قوه بزاف، لكن في المشهد تاع الانفجار يعني النحي والصوت ابار كان مشهد ناقص شويه، كنت نستنى حاجه خير. والمشهد هدايا كان فيه 3 مينوت برك، يعني الفيلم هدايا لا بليبار حوارات تما ماكاش مشاهد الاكسيون ولا كش حاجه، تما ما ننصحكمش تشوفوه في اي ماكس باسكو ما فيهش بزاف مشاهد الاكسيون ولا حاجه هاربه في هذاك الكوتي. ومن غير شخصيه ستراوز ومرت اوبنهايمر تمنيت لو كانت هلاو في الشخصيات الثانويه اكثر وطرحوها لنا بشكل افضل. بون الفيلم تاع اوبنهايمر واحد من افضل الافلام اللي شفتها في هذا العام، تمثيل كان قاسح بزاف ومام المخرج كريستوفر نولان كان مبدع كالعاده. تقييمي الشخصي لهذا الفيلم هو 9 من 10. ما تنساوش تقولوا لنا في لي كومونتير وشنو هو التقييم ديالكم الشخصي لهذا الفيلم. لحقنا الله في تاع هذا الفيديو، اذا عجبتك دير جام ابوني فعل زر الجرس باش يلحقوك لي فيديو الجايين ان شاء الله. وتهلاو في روحكم بزاف، سلام.